أعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للجمهور على مدار الساعة بعد 16 عام من غلقها. وأوضح مسؤول عراقي أن المنطقة التي تضم السفارة الأمريكية والمقرات الحكومية العراقية مفتوحة دون أي استثناءات أو شروط. الآن والآن فقط في إمكان جميع العراقيين الدخول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بعد أن أعلنت الحكومة العراقية فتحها بصورة كاملة لأول مرة منذ 16 عاما. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تعني أن الحكومة مطمئنة على الوضع الأمني وتريد أن يتحرك الشارع والمصالح والأسواق في مدينة بغداد التي تعد من أكبر العواصم العربية من حيث الكثافة السكانية. مع بداية العيد رح نفتح الخضراء 24 ساعة في كل يوم و24 ساعة، وتنفتح من بوابات إضافية بما في ذلك بوابة وزارة الدفاع، الباب الشرقي أيضا تفتح. هذه كلها مو فقط إنجازات مرورية، هذه مو قرارات سهلة، يعني هاي قرارات لا الأمريكان سووها ولا الحكومات السابقة قدرت تسوي. حاولت مخلصة جادة، عندما أنت تسويها معناته أنت مطمئن إلى وضعك الأمني، معناته أنت تريد أن تخلي الشارع يتحرك، تخلي المصالح تتحرك، تخلي الأسواق تتحرك، وهي قاعد تتحرك بهذا الفعل. أهمية استراتيجية كبيرة تكتسبها المنطقة الخضراء التي تمتد على نهر دجلة وتصل مساحتها إلى 10 كيلومترات مربعة في قلب بغداد، فهي تحتضن جميع السفارات والمقرات الأجنبية وكذلك العديد من الوزارات ومقر البرلمان العراقي وكذلك مبنى مجلس الوزراء. المنطقة الخضراء ظلت خاضعة لحماية مشددة وتم منع الدخول إليها من قبل العامة منذ غزو العراق من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003. وفي الفترة الأخيرة رفعت السلطات العراقية آلاف القطع الخرسانية التي كانت تحيط بالمنطقة أو تقطع شوارع بغداد تمهيدا لفتحها أمام المواطنين في إشارة قوية إلى التطور الملحوظ للوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد.